معناته شنو؟ واحد ينام يروح يسكب صح الاكل للجيران، يقعد من النوم يلاقي حاله على قناة الجزيرة خبر عاجل. هلو حياتي، هذا اللي صار بي. نمت قعدت على اصوات الشرطة، امي مودية طبخة للجيران ملوخية، انطتهم ملوخية امي. اجارها يعني كاتلين بعض، شافت الملوخية ريحتها الملوخية، دقت للشرطة قالت الجيران السوريين مسوين حشيش ومرجوانة وحاطين فوقه دجاجة وقاعد يرسلوا لي. ورا كم ساعة حياتي لقيت كل الدوريات الشرطة ببيتنا وجايبين معهم كلاب بوليسية وشايلين أسلحة، وأمي رافعة إيديها بالممر مستسلمة. أنا قلت أمي شو مسوية يا الله؟ معقولة أمي أبو بكر البغدادي؟ والله حياتي ما شفتهم استسلم تاني أمي وابني. شبيكم خير؟ يقولون هاي وشايلين صحن الملوخية وياهم الدليل. عايشين وامي مو ايش تقولهم، مو ايش شنو مو ايش؟ تأشر علي الالماني يقولها ليش سكبتم هاي ودتي الجيران وشنو مكونات هذه؟ امي تقولهم ما تعرف تحكي الماني الحجية. قلت لها امي بعتيني، انا اعرف الامهات كلهن يضحن بحياتهن مشان ولادي، انت تطبخين ملوخية وتودين الجيران وتأشرين علي، انا ايش لي علاقة يا امي؟ انت اللي سويت ملوخية وبصماتك موجودة على الملوخية. طلعت تكلمت السالفة باللايف، ما كنت مشهورة حياتي، عندي صديقاتي يعني باللايف، مسكر حسابنا خاص. قلت السالفة، حدا نشروا، قعدت من النوم دقوا لي اللي انت اللي طلع على الجزيرة والعربية وقناة أورينت والفيسبوك. العمى والله لقيت حالي خبر عاجل إلقاء القبض على عائلة سورية طابخين حشيش ومرجوانة ومنطينة جيران. والملوخية بريئة، ونعرفت الملوخية صارت أشهر أكلة بالوطن العربي من وراينا. فصل قاسم يا الوسخ مطلعني خبر عاجل، الله ياخذك. خب اسألوني ياخذوا رأيي، فضحت أنا وأمي. واحد ينام يقعد يلاقي حاله خبر عاجل، أنا يوم شفته خفت، قلت يا يما، بعدين قلت لا خلاص يعني إنها الحرب. الفضيحة صارت وصارت، اطلع يا بنت على التيك توك وتكلمي هذا ربي. حتى الفيديو اللي مصوريني يا أخزي لابسة بنطلون وكنزة أخويا. شنو أنا قنبلة تنشرني خبر عاجل؟ سبق صحفي أنا، الله ياخذك عودة.